بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا بوابات التأريخ العالية، ويا مسلات العشق والشجاعة، يا حروف البابليين وأحزان السومريين وأغاني الآشوريين، يا كل الأبطال والشجعان في مسيرة الإنسان على هذا الكوكب. أيها العراقيون، مذ كان العراق. يا أيها البصريون والبغداديون والأنباريون والنجفيون، يا أيها الموصليون الكربلائيون، لقد أزفت الساعة، وهذا القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق يخاطبكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، صدق الله العلي العظيم. يا أبناء شعبنا العزيز، يا أبناء محافظة نينوى الأحبة، لقد دقت ساعة الانتصار وابتدأت عمليات تحرير الموصل. أعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطلة لتحريركم من بطش وإرهاب داعش، وإن شاء الله قريبا نلتقي في أرض الموصل لنحتفل جميعا بتحريرها وبخلاصكم، ولنعيش مرة أخرى بجميع أدياننا وبجميع طوائفنا أحبة متكافئين متعاونين، نقف جميعا للاقتصاص من جرائم داعش وإعادة بناء هذه المحافظة الطيبة بجميع أهلها. سنعمر ما دمرته هذه العصابة المجرمة، وسنعيد الحياة ونعيد الاستقرار في الموصل وفي جميع المناطق حول الموصل. قريبا جدا سنكون بينكم لنرفع راية العراق في داخل الموصل الحدباء وفي كل قرية وفي كل زاوية، ولن يكون لداعش مكان بيننا لا في الموصل ولا في غيرها من أرض العراق الطيبة. لقد جئنا لإنقاذكم، وجئنا لتخليصكم من الإرهاب وتخليصكم من الدواعش. لقد فشلت كل محاولات تعطيل عمليات التحرير في الموصل، كما فشلت قبلها محاولة تعطيل عمليات تحرير الفلوجة والرمادي وتكريت وبيجي وكل مدن العراق. لقد بذلوا كل الجهد من أجل تعطيلنا وتهديدنا، ولكن ها نحن اليوم نوفي بعهدنا لكم بأننا قادمون لتحريركم وبتخليصكم من بطش الإرهاب. إن القوى التي تقود عملية التحرير هي قوات جيش العراق الباسلة مع قوات الشرطة الوطنية، وهم الذين سيدخلون مدينة الموصل لتحريرها وليس غيرهم. هم منكم وإليكم، يريدون خيركم وحمايتكم وتخليصكم. ندعوكم يا أبناء نينوى والأبطال إلى التعاون مع قواتنا الأمنية لتخليصكم، كما تعاون أهل الشرقاط وكما تعاون أهل القيارة مع هذه القوات البطلة، فكانت عملية التحرير سهلة بأقل الخسائر وبأقل التدمير. بتعاونكم نحسم المعركة بسرعة، وندق راية أو نرفع راية النصر بأسرع وقت، كما رفعناها في باقي المدن وفي باقي الأماكن. تحية لجميع الأبطال المقاتلين، تحية لجميع الشهداء، تحية للمرابطين الذين يتحركون الآن وسيتحركون قريبا لتحريركم وأخذ الثأر لكم، وإعادة النازحين وإعادة اللحمة الوطنية، وجعل العراقيين جسدا واحدا لا يستطيع عدو أن ينفذ من خلالها. هناك محاولة كانت خلال الأيام الماضية لتأخير عملية التحرير وخلط الأوراق، ولكن الحمد لله وأدناها في قبرها وفي مكانها. وأنا أدعو قواتنا البطلة المسلحة وجميع المرابطين الأبطال الذين يذودون عن العرض وعن الشرف وعن السيادة إلى أن يكونوا متأهبين للقضاء على داعش، وعلى من يقف وراء داعش، وعلى من يساند داعش، وعلى من يمد داعش بالقوة ويمد داعش بالإرهاب وبأدوات البطش التي استمرت لسنتين. عليكم يا أهالي الموصل ويا أهالي نينوى، جئنا اليوم إن شاء الله لتخليصكم من هذه العذابات ولإعادة إعمار المحافظة.
هناك فرق متكاملة تم تشكيلها للاعتناء بالجانب الإنساني للمواطنين ولإعادة الإعمار فور الانتهاء من عملية التحرير. ندعوكم مرة أخرى إلى التعاون مع قواتنا، وكما وعدناكم أن هذا العام عام 2016 سيكون عام التحرير من داعش، نحن نوفي بهذا العهد الآن ونوفي بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا. إنه واجبنا لتخليصكم من داعش وتحرير أرضنا وتحريركم من هذا الإرهاب وعودتكم جميعا إلى دياركم، وسنختص من المجرمين أعدكم بذلك، ولكن أدعو إلى التعايش السلمي بين المواطنين، إلى أن نتعاون بعضنا مع البعض الآخر، وأن هذه القوات التي تحرركم ليس لهم هدف في الموصل إلا لأجلكم، إلا لتخليصكم ولإعادة الحياة الكريمة لكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.